استاذ فيصل اللي بجهوده وتحفيزه خلاني اسوي المعرض. شكرا طبعا على الحضور. سماعي رجاء. شكرا على الاهتمام. بس ايش رايك عن الاستاذ حافظ؟ الاستاذ حافظ علم عمود من اعمده الثقافه العراقيه والفن التشكيلي في العراق او في المنطقه الحقيقه. واحد من اهم الرسامين الفنانيه بصر. طبعا حافظ من الشخصيات اللي يعتز بدرسها كثيرا. عنده انفه عاليه، انا مصدق عنده انفه عاليه وعنده اعتزاز بالذات عالي وعنود على ما يبدو لي ومصر على افكاره بشكل كبير. تعرفت عليه انا طبعا لما صار عميد في اكاديميه الفنون الجميله. شيء مهم احاول اذكره الأستاذ حافظ لأنه مدرس رسمي، إنما كان عميد للأكاديمية. لما قبلت الأكاديمية الجميلة جامعة بغداد، أحمد حسن البكر رئيس الجمهورية السابق أسبق زار الأكاديمية وطلب من الأستاذ حافظ أن يسوي له جدارية عن حزب البعث. الأستاذ حافظ الأخ الفنان الكبير صلاح تشات وأنا اعتبرنا من الفنانين الزين او الرسامين الطلبه اللي ممكن يقع عليهم الاختيار. فارسل علينا غرفته في العماده وقال لنا اجى رئيس الجمهوريه شفتوه ويريد من عندنا في الجداريه نرسمها للحزب البعث لانهم من خلال حزب البعث قبلنا على اساس الاكاديميه داخل الجامعه. وانا وصديقي العزيز صلاح تشيار فنان بارز حقيقة ما قدرنا، قلنا الأستاذ احنا هاي الأشياء ما مقتنعين بها، لا حسب بعد حزب سياسي أو ما نقدر نسوي هذا الشيء. فتوقعنا فد شيء يعني الأستاذ حافظ راح يزجرنا وراح ما يقولون يحنفنا أو يقول ما هو ما صارت الأكاديمية من الحكي. لكن هو قال لي أوكي شوفوا ولدي يعني أخ صلاح هذا الكلام بيني وبينكم وكأنني ما حكيت وياكم. خلوه يصير وانتهى الموضوع. بس انا انصحكم بعد ما تخلصون تسافروا لان الوضع ما يسمح هيك ناس عندهم هيك افكار وعندهم هيك مواقف تجاه النظام. هاي تعقيبا على ما ذكر استاذنا ايضا الرائع خالد القصاب حول موقف استاذ حافظ من موضوع القبول بالاكاديميه. هو يقول بالكتاب ماله ذكريات فنيه انه استاذ حافظ تساهل او تغاضى او سمح ان يكون القبول بدون امتحان الملكات الطائفه. والحقيقه هاي تعكس ان صار حافظ مونا والدليل بعد ما استرسلت من اسبوعين انه احيل على التقاعد بسبب موقفه انه ما يقبل ان يدخلون الطلباء للمحرم الجميله والاكاديميه بدون ان يكونون اصحاب كفاءات ومواهب وبدون يرسمون يعني مو يجي داز التعادل الوطني او داز الحزب البعث وقبلوه بالاكاديميه لانه ما تقبل اي كليه ودرجاتها هابطه. فكان موقفه صلب. طبعا بالنسبه للرسم سوري بالنسبه للرسم استاذ حافظ طبعا مر بمراحل عديده ومختلفه من الاساليب، لكن اهميه حافظ تكمن بالتجريب. هو فنان تجريبي من الدرجه الاولى، انتقل من الفيجوراتيف الى التجريب الى اللاندسكيب الى الستيل لايف الى البورتريت بسهوله بدون ان يحس اكو عوائق او موانع او يجب ان يكرس نفسه في اتجاه او اسلوب محدد. رغم انه يقول انا انطباعي او جماعتي اسمها انطباعي، بس انا اعتقد هو مو انطباعي، هو فنان جرى اللون جرى الجو العراقي الجميل خاصه العراقي. واعتقد اذا تشوفون كم لوحه لها علاقه بالمنظر العراقي، تشوفون حساسيه استاذ حافظ فيما يتعلق بالالوان وتحليلها ووضعها على اللوحه. نفس الشيء ايضا ما يتعلق بالاسواق الشعبيه والازقه غازي درويش ايضا. ايضا هو محب جدا لهي الاحياء الشعبيه بدون ان يحولها او يعني
يضع عليها مواقف اجتماعية سياسية فكرية معينة، يضع يرسم السوق بمحبة، يرسم الناس بمحبة، يرسم المهن أيضا والحرف الشعبية يعني بعشق، يعني مو من النوع اللي يرسمها حتى يحدث موقف أو يوقف. ما كان عنده هذا شو يقولون يعني تحديد المواقف اللي نلقاها عند بعض الفنانين، خاصة الفنان محمود الشرقي أيضا جواد سليم. هو قريب من فايق حسن بهذا الجانب. الفن هو الأساس بالنسبة لي. اللوحة خلق عمل فني جميل إلى علاقة بالبيئة وإلى علاقة بالذائقة العامة وأيضاً إلى علاقة بشخصيته هو كفنان. وأعتقد هذا أهم شيء بالنسبة لأي فنان يريد يكون يعني شق طريقة الحياة الفنية والثقافة. وشكراً. شكراً جزيلاً.